السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم بأقوى تحدي على قناة اليوتيوب ضحكني واربع 50 دولار. ومو بس هيك، أي شخص بدخل على المقطع وبعمل مشاركة راح يدخل السحب للربح 50 دولار. وإذا عجبكم المحتوى وكان في تفاعل قوي راح خصص يوم بالأسبوع تحدي الضحك وممكن تربح معي 50 دولار. ومو بس هيك، أرباح هاي المقطع راح يتم إرسالها لأشخاص محتاجين، والله يكون بعون الناس. قبل ما ندش بالمقطع بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، و ليتس جو. لما تطلع الاوتوبيس تتحرش بعجوزها وتحاول تتفاهم يا باشا، لقيت الاوتوبيس غلط، لقيت قمشاي يقول لي انت حق القسطاط، قلت له ما معيش حق القسطاط. يا ست عجوز قالت لي لا اخسر حق القسطاط. قال لا يا ست ما تدفعنيش حق القسطاط. قالت لي لا اخسر حق القسطاط. قال لا يا ست ما تدفعنيش حق القسطاط. يا ابني انا مالك كاس العالم ومين دخل ومين خرج واحسن توالد. الصراحة ما فهمتش، ما فهمت عليك ابدا. يلا معلم نشوف مقطع تاني. فنون الرد، اذا قال لك شخص ما هي انت مفطر، اهدأ وركز وخذ نفسا وقل له انا صائم ولست مهتما لرأي طفل مثلك. بوم يا شباب، هذا تحدي ضحك، يعني المقاطع لازم تكون مضحكة كتير وانا اتحداها، يعني انه ما اضحك. عرفتوا كيف؟ اللي بعده. بيبسي برجر سوي. يا خرج شنو هذا؟ مرة واحد ألماني حلو قال لي ليش الإسلام حرم الزنا؟ إيه؟ فأنا خفت إني أعطيه آيات تحرم الزنا ولا يقتنع، لأنه أكيد أصلاً ما يؤمن بهالآيات اللي أنا بقرأها. صح، ما بيقتنع بالنسبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه شاب قال يا رسول الله أذن لي بالزنا، ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم عقلياً، قال له أترضاه لأمك؟ قال الشاب لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتي. بعد خلني أناقشه عقلياً، قلت إيش سؤالك؟ قال ليش الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت. مرة واحد عم هذا حمار. على سيرة الألمان، عن جد الصراحة عندهم هيك في أفكار، لأنه أنا قابلت شخص والصراحة كمان سألناه نفس السؤال، إنه ترضى هذا الشيء لأختك، فقال إنه إذا بتوافق ما عندي أي مشكلة، يعني ما عنده مشكلة بهذه القصص. يعني التالم يا صديقي أن الإنسان العادي يمكنه النوم فوق السرير، ولكن السرير العادي لا يمكنه النوم فوق الإنسان العادي. أنت بتعرف يا صديقي إنه فريق على فكرة أنا هدول متابعين على تيك توك وبعرف كل مقاطعهم. برشلونة رغم إنجازاته العظيمة وشهرته الهائلة ما قدر يفوز بالدوري السعودي ولا مرة. والله هل تعلم أن الطيور تطير والزواحف تزحف والماشية تمشي لكن السمك يسبح. لا يسمك. اكتشف العلماء بعد دراسة طويلة أن الإنسان لا يمكنه الرؤية وعيناه مغمضتان. هل تعلم يا عزيزي أن صوت العصافير ليس غناء ولا زقزقة، بل هو عبارة عن صراخ لأنها تخاف من المرتفعات. هل تعلم يا عزيزي من هو هامتارو؟ هاي التحدي ما تقول ما فات شيء من المسلسل. اي والله اي عادي شو عم احا. الحمد لله ما عم فوت شيء من المسلسل، ما راح لشيء. كفو حلو، لا المقطع قوي.
ما بعرف هيك مقاطع الصراحة أنا ما بضحك هيك مقاطع. يلا اللي بعده. كل صيف لو ياك بارد يوم بارد وسافر فوق. كفو عليك أنا أعطيك العافية. بلشنا نتراجع يعني بعرفش. اللي بعده اللي بعده. من الصدمة ما عرف يمشي. بعده اللي مقطع اللي بعده. يلا اللي بعده حماس. يا ابني عاوز اسالك ليش كل ما ادخل عليك لغرفتك الاقيك تشاهد في الخلفيه. اللي مقطع اللي بعده اللي بعده. مره دبوس طلق مرته ليش؟ ليش؟ لانه عم تشك فيه. نو 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 نو. قال في شرطي مرود تزوج شرطية مرود جابوا ولد بيحكي بالإشارة. في واحد تزوج وحدة صينية قام حطها بالفرن. قال في شرطي شاف واحد واقف قدام بيت قال له شو عم تعمل هون انت من أهل البيت قال له لا من كفار قريش قام حبسه وحلف يمين ما يطالعوا ليه جاب لها بيكفلوا. في محشش شرب الدواء قبل 5 دقايق من موعده ليش؟ ليش؟ مشان يفاجئ الجراثيم. قال في 2 محششين ماشيين مع بعض عم قال الأول للتاني شايف هديك البنت اللي هنيك بتعرف شو اسمها؟ قال له منين بدي اعرف؟ قال له أنا بعرف شو اسمها. قال له شو اسمها؟ قال له اسمها سناء. قال له يا ملعون يا نسوانتي شلون عرفت؟ قال له هاي مرتي. صنطر. ها؟ ترى جنفهم كاملة. ماذا؟ لا صور في وجهك بعد عاش. صدق الفلتر بكل عقله. بس هو الصراحة فعلا إذا واحد أول مرة بجربه فبحس عن جد في شيء على جسمه. إيش فيكن يا شباب هذا تحدي ضحك يعني لحد الآن ما ضحكت ولا مرة وأنا بتمنى أنه أضحك بس فيش قوة بالتحدي. بعرفش اللي بعده. المقطع قوي الصراحة. أنا هذا المقطع من فترة حضرته على التيك توك يعني لو إنه مثلا شفته قبل عن جد كان فرض ضحك. كفو. والله إلا اللي نفضه والساعة اللي خلفه. طالوا قلبه. حلو. لا الصراحة ضحكت على المقطع. حلو عجبني. مبروك. ايش هاي؟ مبروك عليكي. ال50 وين هيك انحطت $50. خلص وهيك يا اخوان بنكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى تكتبوا لنا اكتر مقطع ضحكتوا عليه وانا شو اسمه يعني كان مضحك وما ضحكت. انا الصراحة ما شفت هالشي اللي كنت متوقعه يعني انا كنت متوقع اقل شيء رح اضحك على 5-6 مقاطع هذا الصراحة انا كنت متوقع بس الصراحة ما شفت ولا مقطع يعني غيرها يعني بس مو انه هالدرجة انه تخليني اضحك لانه هو تحدي ضحك ما ضحكت
بس لو انه مثلا ما بدي حد يكون تيكي ابتسمت او ضحكت تيكي عادي، بس ما ضحكنا.